وإذا كنا في ذكرى مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ف هو قال لنا اتقوا الظلم. ظلم. الأستاذ عبد الحليم قنديل يتحدث عن مؤتمر الحوار الوطني المزمع، ويؤكد على محاربة الفساد في الحياة الدنيا، لكن نسعى إلى الكمال الممكن دائما. هذا هو الجهد الأساسي في تجديد الخطاب الديني. يعني فكرة في اختطاف الإسلام، طبعا في اختطاف للإسلام. ليه في اختطاف الإسلام؟ الإسلام يختطف من نقطة قوته، يعني عدم وجود طبقة عزلة اسمها رجال الدين بيسمح لعموم المسلمين بالتفكير والتفسير. هذه مسألة متقدمة جدا، يعني إذ لا تقيم دينا بالواسطة أو من وراء ستار بشري نقدسه في غير محل، ده شيء عظيم. لكن في نفس الوقت هو نقطة إن لم يتم التعامل معها بحصافة وبالتركيز على فكرة تغيير الواقع وإقامة العدالة الموحدة للجماعة، إحنا بنخسر مسبقا. بنخسر مسبقا يعني أنا أذكر مثلا أنه أنا بعد ثورة 25 يناير ذهبت لأول مرة في حياتي إلى إحدى محافظات الصعيد. قيل لي أنه كان هناك إحدى محافظات الصعيد. الصعيد. أنا من بحر طبعا، منصورة وقعت في القاهرة، لكن الصعيد بالنسبة لي ما يعني أنا لم أكن متعرفا عليه بما يكفي. ذهبت إلى يعني في ندوات أو شيء من هذا القبيل، لكن في هذه الزيارة جلست لأكثر من يوم. في الدردشات اكتشفت ان احد المشايخ السلفيين المشهورين بتنفير المسلمين بقى مع عذاب القبر وصعبان الاقرع والكذا وكذا وكذا كان هناك، وانه حضر له 500,000 شخص. عايز اقول ايه المستفاد من هذه الواقع؟ ان ليست المشكلة في من يقول، المشكلة في من يستمع. عنده استعداد للتلقي ليه عنده هذا الاستعداد للتلقي؟ الى هذا الحد ضاقت به الدنيا. يعني الفكرة الأساسية أنه ما نسميه أفكار التشدد والتطرف وأفكار الخوارج وإلى آخره بتنمو في بيئة مأزومة اقتصاديا واجتماعيا بالأساس. وقد يقال لك وقد يقال لنا جميعا أنه والله لا، المتطرفين دول خريجي جامعة. طبعا أنا مسلم بذلك، لكن في فرق هائل بين الأفراد الذين يقودون هذا الاتجاه وبين البيئة التي تسمح بنمو هذا الاتجاه. البيئة نفسها، السياق الذي نعيشه، الهواء الذي يتنفسون. ولذلك بنجد دائما أنه قواعد هذا التفكير حين يتحول إلى تكفير ثم إلى تفجير تكون إما في مناطق يعني حدها الفقر بمعنى يعني عام، عندها مقدرة أكبر الاستماع لشيء آخر لأنها لم تلتقي عدالة في الدنيا ولا تفهم ما يجري حولها ولماذا هم فقراء إلى هذا الحد ولماذا الآخرون أغنياء إلى هذا الحد. لا بد أن هناك شيء خاطئا، لا بد أن هناك لا يمكن أن يكونوا مسلمون كما نحن. يعني في شيء، في حد لازم يبقى مسلم في هذا الافتراق. فأنا بتنمو في المناطق الأكثر فقرا وبتنمو في المناطق الأكثر خلاء حيث لا يوجد سكان. يعني هي دي الحالتين التي اللي فيهم بتنمو هذه الأفكار وتتحول من التكفير إلى التفجير. ليه أنا بتكلم كتير عن النقطة دي؟ لأن أنا بقول وأرجو ألا أحبط أحد، أعقدوا 1000 مؤتمر وألف ندوة وفي 1000 فندق وإلى آخره، ويحضرها مشايخ وغيره وغيره وغيره، لن ينتج ذلك شيئا. لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع بالسلطان يعني ايه؟ يعني يزع بالسلطان اللي هو التطبيق الفعل، نوعية الحياة، جديد الحياة. تجديد الحياة هو الذي يسمح بتجديد الخطاب، هو الذي يسمح بإيجاد آذان وأفهام وعيون الشعب. لأن الرئيس طول الوقت بيتكلم عن تجديد الخطاب الديني وطول الوقت الناس بتقول احنا فين وحصل ايه في الخطاب الديني. وطول الوقت الرئيس وربما لم يركز على هذه النقطة في يوم الخميس الماضي في الاحتفال بذكرى مولد نبي الرحمة، لم يركز على فكرة التعبير عن احباطه من انه لم يجري تجديد خطاب ديني. ايوه شو الرئيس ما يعبر عن احباطه؟ هو
قلل نبرة التعبير عن الإحباط في هذا اللقاء. الفكرة الأساسية أنه أنا لما بختار اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية، أنا بختار هذه الاختيارات على أسس متعددة. خلينا نركز على العنصر الاقتصادي والاجتماعي، لأن أنا رأيي إن ده مربط الفرس كما يقولون، لأنه أثبتت التجارب في غير منطقة عربية أنه فتح المجال السياسي وإطلاق الحريات العامة وهو مطلوب لا يخفض من نزعة الإرهاب، لا يخفض. وفي مثال كلاسيكي الإجابة تونس. تونس أطلقت الحريات العامة والحريات المدنية والشخصية إلى أبعد حد، وطبعا معروف إن في جمعيات مثليين زي جمعية شمس وغيرها في تونس، يعني بأكثر من ما كان الأمر عليه في مشروع ليلى في لبنان ولا بتاعه ولا أغاني، لا جمعية. أنت هنا طب تونس اللي أطلقت فتحت المجال العام وأطلقت الحريات وسمحت كل حاجة وفيها آلاف من الجمعيات المدنية التي تتلقى تمويلا أجنبيا وإلى آخره، اللي هو الكتاب الذي ينصحون به للتطور في العالم العربي، رغم ذلك في إحباط هائل جدا. عبر عن نفسه في انهم انتخبوا قصة عيد، يعني سابوه من ده كله وقالوا الراجل ده اللي ملوش دعوة بالناس دي كلها ربما يكون فيه أمل. وانا قلت طبعا ان هيبقى قيس تونس زي قيس ليلى، لانه في النهاية يعني اول الراجل اللي قال تطبيع خيانة، تطبيع مع إسرائيل خيانة وطنية، اول سلوك عملته تونس بعد ما مسك الحكم، وزير خارجية تونس صوت لصالح انتخاب إسرائيل رئيسة للجنة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة. يعني فيه في النهاية قدر هائل من التخبط، وفي إثبات لفساد تجربة التيار الديني في الحكم.